ممنوع علينا الوظائف بتاعتهم، ممنوع علينا ان احنا نقرب منهم. يا باشا يا سلمى يا باشا دلوقتي في ناس يا جماعة اللي في ناس عند القصر بتشتكي طلطاوي وكلام فاضي، الكلام ده عفى عليه الزمن وبقى كلام عرة وما يستمعش. النهاردة ندور على مستقبلنا، مش رايح حكم العسكر، حكم إبراهيم حجازي، مش عارف ثانية صوتك، إيه الهبل بتاع أم؟ يعني إحنا النهاردة فين دلوقتي؟ إحنا في فصايل النهاردة أصلاً. يا جماعة في حاجة تانية، دلوقتي الإخوان عندهم حالة إحباط. والاخوان عندهم حالة احباط شديدة جدا دلوقتي. ليه؟ هما دلوقتي عملوا قصة مع بعضهم، قالوا ايه؟ احنا الشهرين دول محمد مرسي يخلينا نعمل ايه؟ نخلي المجلس يرجع وبعدين ناخد اجازة 60 يوم تقوم الصلاحية تجيله هو، يبقى هو رئيس الجمهورية وهو المشرع، ويطلع الجيش على جنب وكله على جنب. قال لك دي كانت آخر حاجة اتفقوا عليها، للأسف الشديد اتقلبت عليهم وما نفعتش.